طيب شو صار باستثماري؟ حياكم حبيبي مستر مواتر. قبل حوالي 5 سنوات استثمرت شركة سيارات صينية. الشركة هذه ابتكرت طريقة شحن للسيارات الكهربائية مختلفة عن جميع مصنعين سيارات الكهرباء. هخبركم لاحقا عن طريقة الشحن هاي المميزة تاعتهم، ومن وقتها وأنا في خاطري أصور لكم السيارة وأفرجيكم تفاصيلها. أرسلت 1,000,000 إيميل للصين ولكن بدون جدوى. مرت الأعوام وسبحان الله حكومة أبوظبي استثمرت في شركة نيو نفسها اللي أنا مستثمر فيها. شو هاي الصدفة؟ والآن بعد هذا الزمن توفرت سيارة نيو لمستر مواتر لأصور لكم إياها. البعض بيعتبرها وبصنفها أنه هذه تسلا الصين، ولكن ما بدي أقارنها بتسلا لأنه هاي الجماعة يعتبروا نفسهم بريميوم شوي مستوى أعلى. شعار الشركة يمثل السماء وللأرض، والسيارة اللي معنا هي أكبرهم أحدثهم وأفخمهم EL8. بس لتستوعبوا سبب اهتمامي في تصوير هاي السيارة لإلكم غير إني مستثمر فيها، هو التفاصيل اللي نيو بتشتغل عليها. على سبيل المثال الشعار، شوف معي كيف كل حرف طالع على زاوية بسمكات مختلفة، حتى لما تنظر إليه بشكل مستقيم تحسه للشعار جالس ومستوي. بعض السيارات نفس تسلا بتلاقي الكاميرا مضافة على البادي، قطعة خارجية هون البادي نفسه شوف مسوي شكل حتى يحتوي الكاميرا بداخله بشكل انسيابي. والكاميرات بشكل عام عن نيو يعتبر شيء جدا مهم، أظن واضح هذا الشيء. السيارة عليها أكثر من 33 كاميرا على رادار على مستشعر، والجميل عن نيو إنه هاي التكنولوجيا تاعت الرادارات والكاميرات موجودة على جميع فئات سياراتهم من أرخصهم لأغلاهم. والسيارة طويلة أكثر من 5 أمتار طولها، ومع هذا الطول هذه فقط 6 مقاعد من أجل الفخامة ومن أجل الراحة. المسكات جاي انسيابية، تضغط عليها بتفتح. شوف معي ذكاء نيو كيف تدخل للخلف، عندك زر هون تضغطه قبل ما يتحرك. هذا لاحظ معي حيتحرك الكرسي الأمامي عشان يعطي مساحة للكرسي الوسطي، وبعدين حيصير الدخول للصف الثالث جدا سهل. عندك الكراسي جلود من فوق لتحت، مساند للرأس جدا طرية، عندك الكنتارة من بداية السيارة لنهايتها عند الركاب بالخلف، عندك هون نور اشتغل لمس، شوف كيف الميكروفون مدموج بشكلك أدق التفاصيل. واللي بيعجبني بنيو أنه تقريبا كل شيء أعادوا ابتكاره. أزرار نوافذ شو بدها اختراع؟ لا، نيو للخلف بسكر وللأمام بيفتح. حتى الإنارة المحيطية موجودة هون بتعكس لفوق وبتحسها عم تنبض. الصدمة الأكبر فتحات التكييف، ما في ولا شيء ظاهر هون للتكييف. تخيل هذه هي فتحات التكييف، تشبه أي شيء في الحياة إلا فتحات التكييف. وكيف تتحكم باتجاه الهواء اللي فيه؟ تختار Air Vent، تختار أي جهة بدك تحكم فيها وبتخصصها على كيفك. وين الفتحات الوسطية؟ كمان هذا الشيء أعادوا ابتكاره. تنظر هون ما بتشوفهم، حتى الشاشة أصلاً جايب الهواء، وعندك هون مساحة رجلين تتمدد أنت وجالس. وين فتحات التكييف؟ بتشوفها كيف موجودة هون وموجهة إلى الأعلى. عندك هون تحكم غير تقليدي، عندك هون شيء اسمه سويب، ولما تختارها طلع حتتحرك يمين ويسار مع نفسها. كيف أيام زمان في البيت بدل المكيف كان عندك مروحة تلف يمين ويسار عليك؟ حتحس نفس الشعور كأنه في مراوح داخل السيارة. شو كمان أعادوا ابتكاره؟ أماكن التخزين فيها. طبعا ما عندك مكان تخزين هون، ولكن عطوك مكان يعوض هذا الشيء. عندك هون نفس درج، كيف تفتحه؟ من الشاشة الوسطية مجددا عندك شعار شبيه بشعار البراد، تضغط Open Fridge بيفتح معك هذا البراد. المميز في هذا البراد اللي هون واللي بحياتي ما شايفه على أي سيارة إنه بيشتغل للصوبين، عندك براد للتبريد وعندك أيضا فيه سخان، صار فيك تسخن مأكولاتك بالسيارة. فكر فيها مايكروويف
ولكن الحرارة القصوى حتكون المسموحة 50 درجة، فأصبح فيك تبرد مشروباتك وتسخن مأكولاتك على الطريق وأثناء السفر. طيب هتقول لي معقول أماكن بالخلف وما عندك شواحن للتليفون لاسلكية؟ لا تستعجل، أكيد موجود. تضغط مكان التخزين وبينعرض لك الشواحن اللاسلكية. طبعا شوفوا ما يعدوا معي كم شاحن عندك. هذا واحد موجود هون، هذا الثاني موجود هون، وهذا الثالث موجود هون. 3 شواحن لاسلكية للركاب بالخلف ولراكب من اللي وراء. طبعا عم تشحن تليفونك، تضغط الزر بينخفي التليفون. هذا بالنسبة للابتكارات اللي موجودة فيها للسيارة. شو بالنسبة للدلع؟ لسه ما بدأنا. شوف اولا كمية التحكمات والازرار الخاصة بالكراسي. اول ما اضغط عليه لاحظ كرسي السائق كيف عم بيروح ويتقدم. الفخامة موجودة للراكبين بالخلف، السيارة عارفة ما في حد امامي، وحيبلش الكرسي ينتقل لوضعية لاونج وراحة، وضعية استرخاء. وأثناء استلقائك بالسيارة لسه عندك حركات دلع زيادة. طبعا انسى التسخين، هذا ما بهمنا، بس شوف معي التبريد. بحياتك شفت سيارة تفصل لك التبريد مؤخرتك عن تبريد ظهرك؟ مش بس هيك، فيك نفس الوقت تختار مساج للظهر السفلي أو العلوي. والصدمة الأكبر لسه أنه فيك من الشاشة تتحكم بالصف اللي وراك، بس للأسف فقط عندهم تسخين. حتلاحظ أنه وضعية الاسترخاء تبعتي ما رجعت الكرسي على الآخر، هذا الحد الأقصى للكرسي بيرجع فيه. حتقولي بدك راحة إضافية؟ كمان في صدمة أكبر من هيك. أريح كرسي بالسيارة مش بالوسط، أريح كرسي هو الأمامي. طريقة الخروج هذا الزر. هذه هي الكراسي الصح اللي موجودة عندك. في عندك هون شيء اسمه زيرو جرافيتي، يعني حيعدم لك الجاذبية، حتحس نفسك انت طاير. The footrest is about to be lowered. Please be careful to retract your feet. The seat will unfold immediately. Let's enter a relaxed state together. والله هاي من أريح وضعيات النوم اللي بشوفها يمكن على أي سيارة أجربها في حياتي. طبعا كله مع تبريد وتدليك وكل الدلع اللي بدك إياه. الأهم من هيك إنه في كل سيارة نيو سمعتوا صوت قبل شوي عم بيتكلم، هذا صوت رفيق الدرب. هون بالسيارة اسمها نومي. هاي هي نومي صديقة. مسكينة من الصبح جالسة بالشمس، خلينا نعطيها الكاف شوي عشان تبرد. زوجة صالحة ومطيعة جدا، بتنفذ جميع أوامرك. هاي نومي. هاي ذير. أوبن ماي ويندو. أوكي. طبعا هي عارفة مين عم بكلمها وبتنظر إليك، تطلع وبتجاوب على جميع أسئلتك. Are you better than Tesla? I'm not here to compete, but we both bring something cool to the electric vehicle game. منافسة ودية عندهم الجماعة مع تسلا. وعلى فكرة حتى لما يجيك مكالمة كيف حتصير لابسة سماعات، لما تخلص من المكالمة وتسكر الخط طلع كيف حتسكر بيدها التليفون، بيرجع الراديو. وعلى فكرة هاي الأخت بتحب السوالف قد ما بدك. هاي نومي. Yes. Where are you from? Briefly, I'm a global citizen. My roots tie to the world. شوف ما بتقولك انها من الصين، بتقولك انه هي من العالم. شوف لما يخرج السائق من السيارة تلتفت تحسها حتزعل شوي، ولما تطلع بتودعك وبتعطيك بوسة. بس اذا الموضوع فيه بوسة صراحة حارجع لعند نومي. فعندك هون اسرع سان فايزر ممكن تشوفه، بس اعطيها لمسة صغيرة حتفتح بشكل اوتوماتيكي، بتظبط شكلك، بتظبط شعرك، بتظبط امورك. وبعدين 3 2 1 نومي. مش بس عندك صور، السيارة بتصور فيديو بشكل مباشر. طلع كل هالاشياء خلال الايام التجربة تسجلت وتصورت فيها للسيارة. كاميرات السيارة خرافية. Parking camera activated. طلع كيف بتشوف بشكل كامل حوالين السيارة بشكل مباشر. شو بدك نقاوة ووضوح
أكثر من هيك. طبعاً جير السيارة كمان بشكل مبتكر، ريفيرس ودرايف، بتشوف زوايا مختلفة، شاحن لاسلكي، ماسكات أكواب مخفية بس بتكون موجودة لما تحتاجها وتستخدمها، ولما تخلص منها بتسكرها عشان منظر نظيف وتحط أشيائك عليها. جميع فتحات التكييف فيها للسيارة مخفية، ونفس الخلف فيك دايركت مباشر أو سويب نفس المراوح، فيك بشكل يدوي تتحكم بالاتجاه، ولكن المميز أنه شوف فيك تتحكم بالصف الثاني من الكراسي وحتى بتكييف الصف الثالث من الكراسي. 5 أماكن تكييف مختلفة داخل الـ EL8. السيارة أيضاً فيها زر خارجي لوضعيات القيادة. الجميل فيها أنك لما تغير بين الكومفورت للسبورت طلع هيقول لك كم التسارع، 5.9 ثواني، وشوف نومي بتسوي لك حركات. لما تقولها سبورت طلع 4.1، السيارة حتنزل مع نظام التعليق وحتفوت على أقوى وأسرع وضعية فيها. وحتى عندك تو هيتش بالخلف، لما تضغط عليه حتشوف كيف حيطلع عندك من الخارج. وعندك وضعية الكلاب. إذا منفعل وضعية الكلاب بخرج أنا من السيارة مثلا، حتحافظ على التكييف في الداخل للكلب، حيطلع عندك على الشاشة كتابة عشان لو حد فكر إنه الكلب محبوس حيشوف الشاشة حيعرف إنه الكلب في أمان في الداخل والمالك راجع لعنده. حتى نومي شوف حيطلع نومي عم بتلاعب الكلب عم بتحلمس عليه. هلأ خبرتكم أول حلقة أن النيو عندها طريقة أو أسلوب شحن مختلف عن باقي المصنعين. شو هي هاي الطريقة؟ عندك ما زال باب شحن تقليدي موجود هون تشحن منه السيارة، ولكن تعرفوا كثير ناس بتكره طريقة الشحن هاي. نيو ابتكر الطريقة مختلفة. السيارة بكل بساطة تدخل إلى محطة استبدال بطاريات، كيف هواتف نوكيا في السابق، بتدخل السيارة المحطة بتنرفع بتنسحب البطارية من الأسفل، بركبوا عليها بطارية جديدة ممتلئة بالشحن وبتنطلق. والعملية كلها حتاخذ شوية دقائق فقط، ما حتتأخر، أسرع من تعبئة البترول في بعض الأحيان. وللسه أحلى من هيك وأجمل من هيك، فرضاً عندك خط طويل فيك تحط الحجم الأكبر لمشوارك الطويل. بكل بساطة في الصين أكثر من 2500، وقريبا في أبوظبي محطات استبدال بطاريات لنيو. بالنسبة لقيادة السيارة، طبعا السيارة قد ما فيها كاميرات وسنسرات ورادارات أكثر من 33، فهي على علم بكل شيء أمامك على الشارع. الرادارات اللي شفتوهم فوق حتقرأ حوالي 0.25 كيلو أمامك، فهذاك البعيد لو دعس بريك لو غير مسار السيارة حتكون عارفة وشايفة. لما تسوق أصلاً بالزحمة حتكون السيارة مدركة لكل شيء حواليها. القوة بتختلف ما بين الوضعيات، في أقصى وضعية وأعلى قوة حتكون 650 حصان و 850 نيوتن متر من العزم، أرقام لا يستهان فيها ومطلوب على سيارة وزنها 2.6 طن. بس الملفت فيها للسيارة أكثر هو مستوى الراحة والعزل، نظام التعليق اللي عليها هوائي، ولما تغير بين الوضعيات حتحس كيف استجابة السيارة غير. طبعا عندك هون زر للوضعيات، بس إذا ما إلك خلاء وبدك اختصار أثناء القيادة بدك تدوس مع حد تطلع تضغط هول الاثنين مع بعض تدخل اختصار وضعية رياضية. طبعا كل شيء بالسيارة بيختلف، دوستها، سرعتها، قوتها، تتحول من نومي لنعيم. وبتصير فيك تدوس فيها تحصل على أداء عالي. طبعا ارتفاع السيارة أيضا حينخفض مع الوضعية الرياضية، وضعية السبورت لوضعية الكومفورت اختلاف الارتفاع حيكون حوالي 9 سنتيمترات. سعة بطاريتها 100 كيلو وات، وعلى استخدامي 28% مشونة 69 كيلومتر، فأنتوا احسبوا كم ممشاها الكامل. السيارة ممكن يجي عليها مكابح برامبو، 6 بساتن في الأمام، وبحس السيارة بحاجة قوية لهذا الشيء لأنه وزنها ثقيل. عزل الصوت فيها للسيارة من مستوى آخر، جدا هدوء، ما بتسمع شيء هون نهائيا. حتى التكييف فيه خاصية كوايت، تختاره من هون حيكون هدوء على الآخر.
بس اللي بيعجبني أكثر شيء فيها هو سهولة القيادة مع كل هاي الأنمطة. ثبت أنا السرعة الآن خلص رجلي ما بستعملها نهائياً، أنا ماشي مع السيارات اللي أمامي، توقف اللي أمامي على إشارة ولا على شيء السيارة بتوقف لحالها، وأنت مش مطلوب منك أي شيء غير أنك تقودها. ولما تكون واقف على تقاطع مثلاً ومنتظر دورك، شوف جميع السيارات اللي أمامك اللي حواليك هتكون ظاهرة هون، السيارة شايفة وراصدة كل التحركات اللي حواليك، ولما الإشارة تصير خضراء وينطلقوا هننطلق معاهم بشكل جداً سهل. ومش فقط هاي الرادارات بتراقب الخارج، حتى بتراقب الداخل. فرضاً أنا لفيت شوي، التهيت مثلاً هون بالتليفون عم بلعب، مش مركز بالشارع مع السيارة، stay focused. شوف هتقولك stay focused، السيارة هتعرف أنه أنا عيوني مش على الشارع. وإذا بدأت مثلاً أنا أنعس وعيوني عم بتسكر، والسيارة هتلاحظ أن عيوني سكرت، drowsiness alert, press the left button to dismiss. شايف؟ السيارة عرفت أنه أنا take over now, pilot deactivating. كنسلت كل الأنظمة وعم بتقول لي وقف على اليمين لأن أنا نعسان. خلونا نفرجيكم تجربة التسارع من 0 إلى 100. طيب كم سعر هاي السيارة وكم قيمة وتكلفة كل هاي التكنولوجيا؟ سعرها هون في الإمارات هذه بأعلى مواصفات حتكون لسه أقل من 400,000 درهم. طيب شو صار باستثماري؟ صراحة أنا استثمرت فيها لما كان السهم محلق. السهم بآخر فترة يحارب من المنافسين ويحارب من بعض البلدان اللي هي ضد الصناعة الصينية، وما زلت محتفظ بالأسهم رغم الخسائر الضخمة اللي صارت عندي. وهلأ بما أنه أبو ظبي استثمرت فيها، صراحة ثقتي بهذا المصنع ازدادت. أنتوا شو رأيكم فيها؟ ومين برأيكم أجمل وأذكى، نيو الصينية ولا بعض المنافسين نفس تسلا؟ خبروني تحت بالكومنتس. أشوفكم الحلقة الجاي، مع السلامة.